سبرينج رولز محمره. طب ما شفناكش وانت بتلف السبرينج رولز يا مغازي، انت بتاخدنا في دوكا ولا ايه؟ اصبر علي اهو، سيب دول يتحمروا كده ونهد النار بقى تحت الحاجه اللي استوت كده. الانتاج بتاعنا هنغرف دلوقتي في مينت. اوطي على كباب الحله الرز كده كده انا مهدي عليه، عندي زيت بيسخن هنا علشان البغاشه والبزله بتاعتي بتستوي. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا نشوف موضوع السبرينج رولز سريعا كده. معانا حته جبنه قريش ريحه الريف المصري والصعيد المصري موجوده معانا. نشوف المقادير يا استاذ رحاب. جبنه قريش تتكلم مصري وبتتكلم صعيدي اهي في قلب البوله. بناخد بيضه نكسرها عليها سبرينج رولز بالجبنه، ادي البيضه تنزل عليها كده زي الفل. وهنهرس كل ده مع بعضه مع شويه نعناع اخضر وشوكه حلوه كده وشويه كمون حلوين، لان بحب الجبنه القريش معاها كمون. حلو قوي. ومعانا كمان يا عم الشيف شويه بقدونس حلوين، كل دول على الجبنه، كل ده على الجبنه. ده سبرينج رولز بالجبنه في رمضان، نهرس ده بالشوكه كده. اللهم صل على النبي. حلو قوي تمام. والبيضه بتاعتنا تتقلب في قلبيه. ليه حطيت بيضه يا ابو غازي بقى؟ قول لنا بقى، هي الجبنه مش محتاجه، ما هي بروتين. البيضه دي وجودها هنا بتلم الشمل، ربنا يلم شملنا على الخير يا رب، قولوا امين. بيضه مع جبنه قريش وتقلبه كده مع بقدونس حلو. اوعى تحط كزبره عشان الطعم ما يهربش منك، وذره كمون صغيره، وما تحطيش ملح لان كده الجبنه القريش مش محتاجه ملح. ادي الحشوه معاك، عجينه السبرينج رولز اهي زي الفل. تعالوا نلفها مع بعض سريعا. ايه الاخبار؟ نقلب ده كده مع بعض الاول بسرعه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ سبرينج رولز زي ورق العنب كده. يعني لو معايا الزيت غزير دلوقتي كان كله اتحمر. الله يسامحك اللي في بالي. شفت الجو ده كده؟ التحميره دي مهمه جدا. سبرينج رولز خد اللون ده كده. معايا مخرجنا الجميل واساتذه المصورين التفاصيل الصغيره دي اهو. اقلبه كده اهو بالشكل ده كده اهو. عينيا اهو. طيب نلف واحده سبرينج رولز مع بعض سريعا اهو. ادي العجينه بتاعتنا بتاعت السبرينج رولز، بتتباع في اي سوبر ماركت. في عجينتين، عجينه مخلوطه بالبيض وعجينه من غير بيض. العجينه اللي هي بالبيض بتلاقيها لونها اصفر، والعجينه من غير بيض بتلاقي اللون ده كده اهو. هنلف اتنين مع بعض عشان مفيش وقت. حلو الكلام. ادي العجينه اهي بتاعت السبرينج رولز بالشكل ده كده. باخد من المعلقه كده شويه من الحشوه اهو، فيها جبنه فيها بيض فيها بقدونس اهو، واحطهم كده اهو. حقنيه، حاضر اهو، واحط دول كده زي الفل اهو. بيقولوا لي خلي بالك السبرينج رولز يتحرم منك. شفتوا القلب؟ شفتوا؟ مش موضوع شغله بس، حتى واحنا في الكنترول متابعين معايا اخواتي وحبايبي. النجاح ده مش نجاحي انا اقل واحد بشتغل والله العظيم. اخواتي وحبايبي من المخرجين للمصورين للبروديوسر للانتاج اللي مش مخليني عايز حاجه كل دول مع بعض كل ده يا عم الشيف. كل ده هنعمل ايه؟ هنلفهم كده. وانت بتلف السبرينج رولز مختلف شويه غير السمبوسه. شوف الجو لازم كده بشكل مثلث كده. بص الحته دي واحده واحده عليا بقى. هو ده، هي دي تاني كمان واحده مع بعض زي ما هي كده اللفه السريعه دي كده هو ده. ونيجي هنا على الحرف، هي دي اللمسه دي لف واحده كمان، اخر واحده مخرجنا الجميل الله يساعدك واحده معلقه جبنه مخروطه بالبيض بالبقدونس بشويه كمون والفها كده بالشكل ده كده مثلث ايديا كده ودي اللمسه ده دي وميه بتاع السمبوس ثلاثه مع بعض. اتعلمنا تلف ازاي نركن دول على جنب لان احنا معانا متحمر ولازم اطلعه من الزيت حالا دلوقتي. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي في النار نطلعه. ده خلاص استوى زي الفل اهو، شويه سبرينج رولز، الجبنه عندنا، والبيض خلاص استوى من جوه عشان كده ما تدخلوش في زيت شديد زي الفل. نخش على اللي بعده. السبرينج رولز اخباره ايه؟ بيتكلم مصري لانه معمول بجبنه قريش بتتكلم من الصعيد المصري. نغرفها مع بعض كده السبرينج رولز، نطلعه مع بعض بسرعه. يلا في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. يلا لما اجي اطلع بقى السبرينج رولز تعملي حركه حلوه قوي. عندك نعناع اخضر، عندك بقدونس، عندك الحاجات الحلوه دي كنت هتحطها تحت المقليات بتبقى لطيفه وحلوه. ليه؟ بتشرب الزيت في حاله التقديم. وانا شغال كده واحده واحده بواسطه شوكه بطلعه
ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ سبرينج رولز. ايه اللي بيحصل بقى هنا لما حطيت النعناع؟ السبرينج رولز بيبقى على وش النعناع وعندنا الزيت في الارضيه في الطبق، فهنا ما بيوصلش الزيت مع السبرينج رولز او السمبوسه اللي بتحمريها. اخد المحمرين دول زي الفل. معلش اعمل ايه بقى؟ دي كمان، دي كمان احمرت زي الفل. دي مش عايزها لانها نزلت على الرخامه. ودول كمان محمرين زي الفل. الف هنا وشفا. ادي السبرينج رولز بتاعي، الف هنا وشفا، ده جاهز.